بعض الناس يأتي بالغرائب. الغرائب وإن كانت تروق للناس إلا أن أهل العلم يرفضونها، ولذلك الخطيب في كتابه الكفاية في علم الرواية قال ونقل عن بعض السلف قال ترك بعض السلف علم بعض الناس لأنهم يأتون بالغرائب مع أنهم كانوا من أعبد الناس. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ماذا قال؟ قال رحمه الله تركوا الحديث وأتوا بالغريب ما أقل فقهه. وقال رحمه الله العلم الغريب هو العلم الذي لا ينتفع به ولا يعتد به،